أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة للذكرى 69 لثورة 23 من يوليو المجيدة، والتي انطلقت عام 1952 لإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، والتي سطرت صفحة بارزة من النضال والكفاح في التاريخ الوطني الحديث، ونجحت في تجسيد أحلام وطموحات شعب مصر من خلال مبادئها السامية التي حققت الاستقلال ودعت إلى الحرية والمساواة.